هنكمل اللاب بتاعنا كده. امبارح لو انتوا فاكرين احنا كنا نزلنا امبارح ايه، كنا جبنا مكنه سنتوس امبارح لو تفتكروا معانا صح. اهيا موجوده اهي على الديسكتوب، ممتاز. تعالى نعمل لها انستول كده ونبدا نجرب ايه البنج ما بين المكن، كنترول ان كده نعمل فيرجن ماشين جديده، مش هتاخد حاجه ان شاء الله. انا بس عايز اوريك الانستوليشن من غير جرافيكال يوزر انترفيس، فانا متعمد بس اعمل حاجه زي كده. هيا يا سيدي على الديسكتوب عندنا. ممكن كمان اقول انستول اوبريتنج سيستم ليتر عشان ما يعملش اوتو انستول لوحده. ماشي، سمي لي دي مثلا ريد هات تريننج 2. او لاب خلاص. تعالى كده نحطها في الدي، كانت في فيرتشوال ماشينز اهي، ممتاز جدا، حلو جدا عليها. 2 جيجا ده كتير جدا عليها، يعني كفايه قوي 1 جيجا عليها. شكرا. 20 جيجا ماشي، حلوين جدا عليها برضو. حلو. عملت فيرجوال ماشين سريعا جدا كده. وادي ملف الايزو اهو اللي نزلته بيشاور عليها خلاص كده. وتعالى نعمل باور اون للكلام ده ون ايه ونشتغل. طبعا ممكن تعمل لاب على امازون، محدش هيقول لك لا، بس ربنا يديك الصحه بقى ويدفع يعني. نصغر بس دي شويه كده ماشي. كلام جميل. تعال نكنسل دي هنا، وتعالى كده هختار اول واحده انستول سنتوس 7. بالمناسبه ماشي، هو مينيمال اساسا هيبدا يعمل انستوليشن اهو. امازون يا سيدي الموقع بتاع الشراء والبيع، عارف الموقع بتاع الشراء والبيع؟ اهو امازون ده هو نفسه عامل كلاود كبيرة جدا ممكن تروح تشتري منها، تشتري فيرشوال ماشينز بقى، تعمل اللي انت عايزه وتنطط زي ما انت عايز براحتك، اشتري سيرفيس كاملة لود بالانسرز بقى على فاير وولز على كل الكلام ده. خش على الموقع بتاع امازون وهتعرف بكام، بيحاسبك بالساعة اساسا وعلى حسب انت واخد ريسورسز قد ايه، كمان بتدفع على قد ما بتاخد. طيب مش ده اللي انا عايزه، مش ده اللي انا عايزه خالص. فانا هعمل ريسيت للمكنه دي كده. ريسيت للمكنه، انا عايز اوريك بس انستول من التكست مود اهو. هرجع مره ثانيه هنا كده، بص كده شايف انا واقف فين؟ على انستول سنتوس 7، شايف انستول سنتوس 7 دي اهي. بس كده هضغط تاب، شوف لو ضغطت تاب ايه اللي هيحصل؟ هيروح جايب لي ال 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 او اسف، شايف السطر بتاع الكيرنل اهو، شايف مش ده اهو بيقول لك النت ار دي موجوده فين صح؟ اضغط سكيب هيرجعك مره ثانيه تاني. طب لو ضغطت سكيب خالص بقى، يعني بص تاب بيجيب لك سطر الكيرنل عشان تعدل فيه، سكيب بيرجعك تاني، لو ضغطت سكيب كمان مره من غير اي حاجه هيجيب لك البوت برومبت ويقف مستنيك. ها يا سيدي عايز تعمل ايه؟ ها عايز تعمل ايه؟ هقول له كده لينكس تكست، انا عايز انستول في حاجه اسمها التكست مود، مش عايز اي جرافيكال يوزر انترفيس. طب انا ايه بقول لك الكلام ده دلوقتي؟ لان لما يكون عندك احيانا وانت بتعمل انستول كارت الشاشه ما بيكونش كومباتبل مع الانستولر تاني، احيان كتير جدا وانت بتنستول كارت الشاشه ما بيكونش كومباتبل مع الانستولر، فبيطلع لك ايرور. ساعتها اسهل حاجه بالنسبه لك واحسن حاجه بالنسبه لك تانستول عن طريق مين يا عم؟ ها
التكست مود ده، تنستوله عن طريق التكست مود. هروح كده اضغط انتر، اوتوماتيك هيبدا يعمل لود دلوقتي وهيروح للتكست مود من غير اي مشاكل، وايه وهبدا الانستوليشن بتاعي. بالمناسبه انا بحب التكست مود جدا، انا بحب التكست مود في الانستوليشن جدا، لانه سريع جدا 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 في الانستوليشن. خلاص طيب اهو بدا يعمل لود اهو الانستولر بتاعك. الحمد لله ستارتنج انستولر كده، انت شبه جاهز تبدا انستول. خلاص كده عباره عن شويه، عباره عن شويه ايه، ها شويه اوبشنز بتختارها وت ايه وتكمل الانستوليشن بتاعك. بص لي كده عندك الاوبشن اللي هتختاره رقم كام، بيقول لك بليز ميك يور تشويس فروم اباف كيو تو كويت بي تو بيجن انستوليشن. بس بص كده الحاجات اللي قدامها علامة تعجب دي، ما ينفعش تكمل انستوليشن من غيرها. شايف الحاجات اللي قدامها علامة تعجب دي، ما ينفعش تكمل انستوليشن من غيرها. خلاص الحاجات اللي قدامها اكس معناها ان هي خلاص تم اختيارها. طبعا ده ما يمنعش انت ممكن تغيرها في اي لحظة. يعني شايف مثلا قدامك اللغة هي الانجليزي، ممكن تغيرها مثلا. تعالى يا عم اي اللغة انجليزي هي، تعالى هضغط رقم واحد اهو هيعرض لك اللغات اللي انت عايزها. ها انت عايز ايه؟ ها ايه اللغة اللي انت عايزها؟ براحتك بقى، شوف فين الانجليزي كده 16 اهو، بقول لك عايز انجليزي ايه؟ خليها مثلا المرة دي يونايتد كينجدوم 2 اهو. بص ايه اللي حصل؟ اتغيرت منين؟ من يو اس بقت يو كي. تمام كده؟ طيب كلام جميل. الانستوليشن سورس اوتوماتيك هو عمل ديتكت ان هو من اللوكال ميديا. طيب كلام جميل، اللوكال ميديا اللي هي الاسطوانه اللي انا منزلها يقصد. خلاص كده دخلت المود ده منين؟ ابدا من الاسطوانه، هيجيب لك المنيو، اضغط اسكيب واكتب له لينكس تكست. طيب الانستوليشن ديستنيشن مثلا رقم 5 انا عايزه انستول فين؟ بيقول لك انا لقيت ديسك 20 جيجا بايت. شايف اهو رقم 1 في ام وير فيرتشوال ستورج هنا 20 جيجا بايت اس دي اي اهو، عايز تختاره. هو اوتوماتيك لما ما لقاش غيره فقال لك يا عم ده هو الوحيد اللي عندي، فراح عامل له اوتو سيلكت. لو عندك اكتر من ديسك مش هيعمل اوتو سيلكت. خلاص فهو عامل سيلكت له لان هو الوحيد اللي موجود، فبالمنطق حاجه بديهيه يعني. هقول له ماشي اختار رقم 1. بيقول لي بالمناسبة لو هو كان مختاره وانت ضغطت عليه مرة تانية اوتوماتيك هيعمل له دي سيلكت، هيشيل الاختيار ده. فاضغط له واحد مرة تانية، عمل له سيلكت اهون. خلصت انا كده، هضغط له سي عشان اعمل كونتينيو. خلاص بيقول لك عايز تعمل ايه بقى في الديسك ده؟ عايز تريبليس لو في اكزيستنج لينكس سيستمز، ولا عايز تستخدم كل السبيس، ولا عايز تستخدم الفري سبيس؟ انا باي ديفولت هقول له استخدم ايه؟ ها اول سبيس. فانا هو مختار اتنين اهون، هضغط له سي عشان يكونتينيو. بيقول لي عايز تكونفيجر ايه بقى؟ ال في ام ولا بي تي ار اف اس ولا ستاندرد بارتيشن ولا ال في ام تيم بروفيجننج؟ لسه هتعيشوا حياتكم ان شاء الله كمان يومين اتنين بالظبط، فاضل لي بكره بس الترابل شوتنج. فاكرين الجراب؟ هكمل الجراب ترابل شوتنج مع النتورك ترابل شوتنج بكره، وبعدها ادخلكوا بقى في الريد والال في ام الاستورج بقى. ماشي فنكمل بس ما علينا. انا هختار دلوقتي مؤقتا كده هختار ايه؟ ال في ام، مفيش مشكله اختار ال في ام، هو اصلا مختاره اهون. هضغط له سي كده عشان يعمل كونتينيو اهون. فاضل لي النتورك كونفيجريشن، سيبها زي ما هي مش عايزين منها حاجه. اليوزر كرييشن اهو 9 هختاره. ها عايز تكريت يوزر ولا لا؟ لا يا عم انا مش عايز اكريت يوزر. طيب مش عايز اكريت يوزر، حلو جدا. طيب ايه تاني؟ الروت باسورد، الروت باسورد شايفه 8 اهو. تعال نحط كده الروت باسورد، الباسورد اهي تعال نحطها. بيقول لي الباسورد دي باسورد ضعيفه جدا، عايز تكمل ولا لا؟ هقول له ايوه كمل مفيش اي مشكله. طيب ايه تاني؟ الكي دامب، الكي دامب دي كيرنل دامب. خلاص انا مش محتاج السيرفيس دي دلوقتي، هي رقمها 6. انيبل كي دامب، هضغط كده واحد
بقت ديسيبلد وهضغط سي كونتينيو. شكرا. سوفت وير سيلكشن، انا اصلا منزل المينيمم انستوليشن فهو اصلا باي ديفولت راح لمينيمال انستول زي الفل. فاضل لي ايه كمان؟ فاضل لي التايم زون سيتنجز اللي هي رقم 2. هختار التايم زون بتاعي مثلا رقم 5. فين 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 فين؟ هختار قطر اهون. لا لا طبعا يا ابني، انت بتسلكت الحاجات وهو بيعرضها لك. انت كل ما تسلكت اوبشن بيعرض لك ايه المتاح بالنسبه لك فيه. ارقام ايه اللي تحفظها؟ لا اله الا الله، ده انت كده تبقى مجنون رسمي، مين اللي هيحفظ دي؟ خلصت انت كده الالوستريشن بتاعك شبه جاهز، ممكن تكمل من غير اي مشاكل. خلاص هضغط له بي عشان ابيجن الانستوليشن. شايف اهي قدامك اهي بي تو بيجن انستوليشن، بي اهون. يلا يا معلم شكرا، انت كده بدات الانستوليشن، كده بدا البارتيشننج اهو كرييتنج فايل سيستمز اكس اف اس وسواب، وبدا الباكج انستوليشن. الباكج انستوليشن تقريبا تقريبا مش هيتخطى من دقيقه لدقيقه ونص. خلاص كده ماشي. طيب اهو بدا عندك اهو. اهو خلص نص الانستوليشن في تقريبا اقل من 30 ثانيه كمان. ما علينا. خلاص بعد ما يعمل انستول سطب اللي انت عايزه. يعني فرضا دلوقتي انت كنت عندك الانستوليشن كله كامل ونسيت انستول الاباتشي ويب سيرفر مثلا، ما خلاص بعد ما السيستم يعمل انستول روح اعمل انستول بعدها للاباتشي. بعد ما الانستوليشن بتاع الاوبريتنج سيستم كله يخلص روح اعمل انستول الباكج دي. وانت كنت بتختار الهارد من شويه كان بيقول لك يوز فري سبيس بس ولا اريز لينكس بارتيشنز من شويه لو انت كنت مركز معانا. هو اوشك اهو ان هو هيخلص 253 من 285. خلاص كده الباكج انستوليشن خلص كده. بيرفورمينج بوست انستوليشن سيت اب تاسكس، عارف هيعمل ايه دلوقتي؟ هينستول الجراب البوت لودر بتاعك دلوقتي حالا اهو. هتلاقي بدا ينستول الجراب البوت لودر. تمام كده. ها يبقى انا قلت لك دلوقتي اعمل لي انستول للمينيمال انستوليشن، ها تعرف. طيب انا بقى عن نفسي انا ليه بديكوا المينيمال انستوليشن ده؟ انا بحب جدا 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 اي سيرفر امسكه او اشتغل عليه ما اعملوش انستول الا المينيمال انستول، وبعد كده اللي احتاجه ابقى اعمل له انستول، لو مش محتاجه بشيله على طول مباشره. تاني اي سيرفر تمسكه، اي سيرفر ايا كان، وجه حظك ان انت تعمل له انستول من الاول، اعمل له مينيمال انستوليشن. وبعد ما تعمل مينيمال انستوليشن اللي انت محتاجه بس هو ده اللي تعمل له انستول بعد ما يخلص. طب ما قلتش محتاجه شيله على طول بس خلاص مع السلامه. ليه الحكايه دي؟ يعني لاسباب كتيره جدا، لاسباب كتيره جدا. منها مثلا لما تيجي تعمل ابجريد مش محتاج تعمل، لو عندك مثلا 500 باكج انستول هياخد وقت اكبر لو عندك 285 باكج. خلاص هو المينيمال انستول. هو يعني ايه هو الفرق بين المينيمال انستول والمينيمال؟ انا مش فاهم، انت بتسال سؤال غريب جدا. ما هو المينيمال انستوليشن ميديا دي هي اللي هتعمل لك مينيمال انستول. انت بتسال اسئله عشوائيه صح؟
يا جدع حرام عليك وربنا، بلاش الأسئلة العشوائية دي. ليه خليتك تنزل الدي في دي؟ عشان بعد كده بعد ما عملت مينيمال انستول على المكنه دي، ها لما تحب تنستول باكج هتنستولها من الدي في دي اللي انت نزلته قبل كده. طيب بيقول لك الانستوليشن كومبليتد، بريس ريتيرن تو كويت. ايوه هضغط له ريتيرن اهو، خلاص شكرا كده الانستوليشن بتاعك خلص، هيعمل ريبوت ويبقى المكنه بتاعتك جاهزه ان انت تشغلها من غير اي مشاكل. اهي ادي المكنه الثانيه، هي اللي احنا لسه عاملينها انستول، المكنه خلصت واشتغلت شكرا. ها حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ خلاص المكنه بقت اب اند راننج في حوالي دقيقتين تقريبا. تعالى كده اعمل لوجن هنا، حلو جدا. NMCLI connection شو كده، ها شايف انا عندي بروفايل واحد موجود بس مش كونكتد لحد دلوقتي او مش اكتيفيتد، خلاص كده. طيب NMCLI connection شو. بالمناسبه انا قلت لك قبل كده طول ما انت شغال، طول ما انت شغال مع ال NMCLI، ها ايدك على مين؟ ايدك على التاب، شايف؟ يا نهار ازرق، ايه يا عم ده؟ ده انا التاب ما بيعملش حاجة. عارف ليه؟ لان في باكج اسمها باش كومبليشن، الباكج دي مش انستولد عندك على المكنة دي، لان احنا عملنا مين يا معلم؟ المينيمال انستوليشن. حلو، يبقى انا كده لزقتك في مشكله ازاي اعمل انستول السوفت وير، خليك فاكر الحكايه دي، ازاي اعمل انستول السوفت وير. ده كلام جميل، ادي اول واحده كده، اول مشكله عندنا، ماشي حلوه جدا، حطها في دماغك عشان هناخدها كمان 3 ايام بالظبط. طيب ايه تاني؟ المهم نرجع لموضوعنا بقى الاصلي، ادي المكنه بتاعتنا هي. لو جيت اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو، شايف دي بتاوتو كومبليت زي السكينه في الحلاوه من غير اي مشاكل، خلاص. طيب حلو، انا عايز اسيت اي بي للمكنه دي، انا عايز اسيت اي بي للمكنه دي. ها اسيت اي بي ازاي يا عم؟ اسيت اي بي ازاي؟ عايزين اسيت اي بي. فاكرين ان ام سي ال اي؟ ها فاكرينها؟ ها ناس نامت؟ ان ام سي ال اي كده كونكشن شو، الكونكشن بروفايل اللي اسمه هوم ده، والبروفايل اللي اسمه هوم ده فين الاي بي فيرجن 6؟ بص كده من غير ما تقرب له عمل ايه؟ بص لي كده من غير ما تقرب له عمل ايه؟ ها اف اي 80 الا. طب بص لي هنا كده ان ام سي ال اي كونكشن اب للكونكشن اللي اسمه NMCLI connection show، الكونكشن ده حاجة عذاب جدا لما تكون شغال من غير الباش كومبليشن دي. بصلي كده، بصلي خد لينك لوكال كام، ها بص كده خد لينك لوكال كام، وبص ده خد لينك لوكال كام، ها تمام كده. بالمناسبه ممكن توفر على نفسك في المساحه، ممكن توفر على نفسك في المساحه وتقول له كده اي بي ادرس شو، او ممكن تقول له كده كمان في عندك امر اسمه اي بي لينك، ها ممكن تستخدم اي بي لينك بدل ما تعرض الصفحه كامله لو مش عايز تعرض كل الاتريبيوتس دي، اي بي لينك او اي بي ادرس شو اللي يعجبك فيهم.
شايف اهو اهو، ده الماك ادرس بتاعك اهو. فين يا عم؟ فين فين فين؟ فين الاي بي فيرجن 6 ادرس؟ الاي بي فيرجن 6 ادرس مش معروض صح؟ يبقى تروح لمين؟ اي بي ادرس شو. تعالى لي هنا كده، فين الاي بي فيرجن 6 ادرس؟ اي نت اهو، امسك عندك، شايف اهو اف اي 80 اهو، شايف؟ طيب كلام جميل. ينفع ست اي بي فيرجن 6 ادرس عندي؟ ينفع ست اي بي فيرجن 6 ادرس عندي؟ بالمناسبه كل الكروت اللي موجوده عندنا ممكن تحط عليها اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 مع بعض الاثنين، خلاص كده. طيب نحط اي بي، تعالى كده نحط اي بي، تعالى لي هنا كده، تعالى نحط اي بي، بلاش اي بي اصلا، ان ام سي ال اي كونكشن شو كده. فين البروفايل اللي اكتيفيتد اصلا؟ هوم، حلو قوي. ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي الكونكشن اللي اسمه هوم ده، هعمل فيه ايه يا عم؟ ممكن اقول له كده الاي بي في 6 دوت ادرس، اي بي في 6 دوت ادرس دوت ادرس اهون، واحط له الادرس اللي انا عايزه وليكن. بالمناسبه بما ان الاي بي فيرجن 6 ادرس هتلاقي في النص فيه كولون كده وحاجات، ها اعمل له ايه؟ حطه ما بين يا اما دبل كوتس يا اما سنجل كوتس اللي يعجبك، خليك فاكر الحكايه دي، ماشي؟ طيب كلام جميل. ممكن اقول له مثلا الاي بي ادرس بتاعي 2001 وليكن 11 وليكن 1 خلاص كده سلاش 64 تمام كده. ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي لهوم ده اي بي في 6 دوت ميثود، اي اي بي على فكره انا بحط اي اي بي بالمناسبه، خليها مانيوال. يبقى انا كده اديته اي بي، ما انا قلت لك اللينك لوكال مش راوتابل، انا عايز اديله اي بي راوتابل. انا بديك سيناريو ان انت عندك اي بي موجود في شركه والاي بي ده راوتد على الانترنت، اللي هو السيناريو الطبيعي، او سايت لوكال، سواء سايت لوكال او بابليك اي بي لازم هتعمله بايدك، لازم هتخليه مانيوال. اللينك لوكال والسلاك هما اللي هيتعمل لهم اوتو جنريت، او هما اللي هيتعمل لوحدهم من غير ما تقرب لهم. انما في الطبيعي في اي مكان هيكون عندك بابليك اي بي، هتسيت الاي بي بايدك، عشان كده بعمل لك بوريك ازاي تسيته بايدك، خلاص كده. طيب كلام جميل. ايه تاني ايه تاني؟ لو جيت تقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو الكونكشن اللي اسمه هوم ده يا سيدي، بص لي كده فين فين فين، عايزين نطلع فوق كده سنه، اي بي في 6. بص كده لو جيت بصيت على الكونكشن ده، ها ايه اللي حصل له؟ لسه ما خدش الاي بي اللي انا مديهوله. قال لا ايه يا عم ده يا عم، ايه ايه هقول لك، استنى ثانيه واحده، المفروض تعمل كده ان ام سي ال اي كونكشن داون لمين يا عم؟ الكونكشن اللي اسمه هوم، وبعد كده ان ام سي ال اي كونكشن اب للكونكشن اللي اسمه هوم، عشان يعمل يروح يريد، يعمل ري ريد للكونفيجريشن فايل بمعنى ادق، خلاص كده. تعالى كده اطلع المره دي بقى، شوف كده، بص لي كده الاي بي فيرجن 6 ادرس خده ولا لا؟ ها شغال. طيب تعال نروح على المكنه الثانيه، تعال نروح على المكنه الثانيه، ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي الاول كونكشن شو كده، ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي الكونكشن اللي اسمه ان او دو 1 16 4 7 3 6
IPv6.address خليهولي يا سيدي حطه ما بين سنجل كود او دبل كود حتى 2001 11 2 سلاش 64 وان ام سي ال اي كونكشن موديفاي نفس البتاع بالظبط ان او 16 4 سبعات 3 6 اي بي في 6 دوت ميثود خليها مانيوال ان ام سي ال اي كونكشن داون للمعلم ده بعد كده ان ام سي ال اي كونكشن ايه كونكشن اب تمام كده بعد كده لو جيت اقول له اي بي ادرس شو ها بص لي كده دلوقتي هتلاقيه واخد اي بي ادرس كام شايفه وقال لك السكوب بتاعه ايه المره دي ها بص كده كلمه سكوب دي سكوب وجنبها ايه جلوبال هو اوتوماتيك فهم ان 2001 ده عباره عن ايه ها ده بابليك اي بي او الجلوبال اي بي كلمه البابليك اي بي في الاي بي فيرجن 4 تعادل ها جلوبال في الاي بي فيرجن 6 طيب بص كده كمان الاي بي اللي هو اللينك لوكال بص لي كده قال لك السكوب بتاعه ايه لينك يبقى اللينك لوكال هتلاقيه ايه ها لينك شايف هو اوتوماتيك فهم لما لقى الاي بي بالشكل الفلاني قال لك بس ده لينك لوكال وده جلوبال اي بي او بابليك اي بي ماشي كده طيب انا عايز دلوقتي اجرب حاجه كمان ان انا اعمل بينج منين ها انا عايز اعمل بينج من المكنه الاولانيه للمكنه الثانيه هل الاثنين شايفين بعض ولا لا هل الاثنين شايفين بعض ولا لا طيب كلام جميل اول حاجه بس كده هتاكد ان الاثنين على نفس النتورك يعني النتورك بتاعتي دي نات الحمد لله طيب الثانيه بقى هي كمان نات ولا لا الثانيه كمان نات ممتاز يعني كده انا ممكن اقدر اجرب ايه الكونكتيفيتي بتاعتي فاكر قبل كده لما كنت لما كنت بشتغل كنت بعمل بينج وبديله الاي بي فيرجن 4 زي كده 192 168 مش عارف كذا كذا فاكر طيب مع الاي بي فيرجن 6 قال لك الاي بي فيرجن 6 نازل بالتولز بتاعته اساسا الاي بي فيرجن 6 نازل بالتولز بتاعته خلاص كده قال لك يعني ايه نازل بالتولز بتاعته يعني البنج اللي كان موجود عندك في الاي بي فيرجن 4 اتحول وبقى اسمه ها بنج 6 بنج 6 معناها انت هتبنج اي بي فيرجن 6 انت هتبنج اي بي فيرجن 6 خلاص طيب هبنج ايه يا عم الاول كده اي بي ادرس شو كده اي بي ادرس شو تعالى كده اقول له بنج كده يا سيدي ل 2001 خلاص كام 11 واحد ببنج نفسه اسف بنج 6 دي غلطه اهي شايف اول حاجه ببنج نفسه طب كلام جميل طب ببنج 2 اهو ببنج 2 اهو حد واخد باله ببنج المكنه اللي جنبه اهو اهو طب المعلم ده بنج 6 كده ل 2001 11 2 ببنج نفسه طيب ببنج 1 شغال معنى كده ان الاثنين شايفين بعض زي السكينه في الحلاوه كاي بي فيرجن 6 شايفين بعض من غير اي مشاكل طيب استنى بقى في خازوق لازم اقول لك عليه ما ينفعش افوتها بصراحه رغم انها تفقعوا لي مرارتي بس لازم اقول لك عليه عشان انا عارف انتوا ترشقوا فيه اللي هو ايه اي بي ادرس شو كده لو جيت اقول له كده بينج فين يا عم اللوكال فين رحت فين يا وحش بصوا كده لا 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 مش خدت بالك ايه اللي حصل تاني
انا جيت ابنج اللينك لوكال ادرس بتاعي، راح طالع مديني على وشي بالجزمه. يا نهار ازرق، ده بلاش كده بس، استنى تعالى كده ما اجيب اللينك لوكال بتاع مين، بتاع المكنه التانيه، اي بي ادرس شو كده، اللينك لوكال بتاعها راح فين؟ اهو اهو اهو، اف اي 80، اف اي 80، تعال نكتبه كده بقى بدل ما احنا بنعذب نفسنا كده. عشرين سي اتنين تسعة اف اف، بعد كده مين يا سيدي؟ اف اي اي دي، اف اي اي دي تسعة تمانية زيرو اف، تسعة تمانية زيرو اف، مظبوط كده؟ نتأكد بس معلش. اف اي 80 20 سي، اف اي 80 20 سي 2 9 اف اف، مظبوط. اف اي اي دي مظبوط برضو، بعد كده في الاخر 9 80 اف. بص كده ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ ما اشتغلش. ها ايه يا عم انت بتقوله ده؟ يعني انت من ساعتها عمال توهمنا اللينك لوكال شغال شغال، وتيجي تشغله ما يشتغلش. لا مش في امر تاني، بص لي كده، بص لي كده، تعالى هنا ارجع للوورد تاني اللي معذبني معاه ده. مش يكون قدام فعليا دلوقتي الموقع شغاله باي بي فيرجن 6، ياهو نقل اي بي فيرجن 6، وجوجل نقل اي بي فيرجن 6، وفيسبوك كمان شغال اي بي فيرجن 6، مواقع كتيره جدا شغاله اي بي فيرجن 6 واي بي فيرجن 4 الاثنين مع بعض، اسمها دوال ستاك، اسمها دوال ستاك، خلاص ما علينا. المهم نرجع للموضوع تاني، بص لي كده، عندك جهاز هنا، الجهاز ده واصل بسويتش، خلاص كده. كل جهاز قلت لك بيكون عنده ايه؟ لينك لوكال، صح؟ والسويتش ده واصل بيه جهاز تاني. لو جيت تستخدم اللينك لوكال عشان تبنج الجهاز ده، مش اللينك لوكال اي بي بيبدا ب اف اي 80، صح؟ صح ولا غلط؟ ده الطبيعي. طب بص، ايه اللي يمنع ان الجهاز ده يكون واصل بسويتش تاني؟ هو لو واصل بسويتش تاني، مش الانترفيس ده برضه هيكون له اي بي في نفس السبنت اللي اسمها اف اي 80؟ ايه اللي يمنع ان الجهاز ده يكون واصل بسويتش هنا وواصل بسويتش الناحيه الثانيه؟ طب ثانيه واحده، الجهاز ده هيكون قادر ياكسس السبنت دي ولا السبنت دي؟ قال لك هيكون قادر ياكسس الاثنين. قال لا، ايه يا عم الجنان الرسمي ده؟ طب لما تبعت الباكت، الباكت هتروح كده ولا هتروح كده؟ لا ده مفيش راوتر، اللينك لوكال ملوش راوتر يا معلم، اللينك لوكال ده جهاز، ده بي سي عادي او سيرفر عادي، ده لو في راوتر هنا كل مشكلتك اتحلت. الراوتر اول ما يلاقي لينك لوكال ترافيك هيعمل له بلوك، انما ده بي سي عادي. طب البي سي العادي ما عنده اتنين انترفيسز اهو، قال لك بقى ثانية واحدة، ده هيكون في اتنين انترفيسز لاتنين في نفس السبنت. يا نهار ازرق، طب ما كده بالعقل كده يعني، بالعقل عارف عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي ايه؟ عامل زي مبنى، مبنى حكومي، خلاص؟ في بابين، موظف جاي لك أول يوم يشتغل، الموظف ده ما يعرفش أي حاجة، وقلت له تعالى لي المبنى، والبابين الاتنين مش مكتوب عليهم أي تعليمات. الراجل ده هيحتار يدخل من الباب اللي في وليكن شارع القصر العيني، ولا الباب التاني اللي جاي من ناحية البنك المركزي. خلي بالك لو طلع من اي باب فيهم بالغلط هيرشق، لو دخل من باب بالغلط هيرشق.
عارف اسهل حاجه هيعمل ايه؟ هيقف مكانه ويتصل بيك يقول لك يا عم انا مش عارف اطلع، انا في عندي مشكله هنا، انا مش عارف اجي لك ازاي. وهو ده اللي بيحصل عندك بالظبط. عشان كده لما تيجي تبعت له الباكت عن طريق اللينك لوكال لازم تقول له ايه؟ انت هتطلع من انهي انترفيس؟ لازم تقول له انت هتطلع من انهي انترفيس. خلاص كده؟ طب انا عايز اقول له اطلع من انهي انترفيس، اقول له ازاي؟ والله عندك حل من اتنين، يا اما تقول له كده تحط له 100% وبعد كده اسم الانترفيس اهو كام؟ 16 47 36. ده حل اهو. يبقى الحل الاول بالنسبه لك كان ايه؟ اهو اي بي ادرس شو. لما تيجي تبنج قول له هتطلع من انهي انترفيس. طب عشان تفرق بين الانترفيس والماك ادرس، ها اسف والاي بي ادرس، حط في النص بينهم علامه 100% دي. ده حل. او الحل الثاني تقول له كده داش اي، اي معناها الانترفيس، اطلع من الانترفيس اللي اسمه اي ان او 16 47 36. دول كام؟ 7 3 اهو. مان بينج 6 كده. فين يا عم؟ ده الانترفال. معلش انا غلطت فيها. بينج داش اي كابيتال اهو. وصلت؟ ها وضحت الحته دي؟ يبقى عندك حل من اتنين، يا اما تستخدم الشكل ده وده اللي انا بحبه بصراحه، يا اما تستخدم الشكل ده وتحط له ها الانترفيس اي بي في الاخر. طيب اخر حاجه بس عايز اقول لك عليها بقى عشان الموضوع دون اخر حاجه. فاكر لما كنت بقول لك ان انت عندك فيري سبيشال اي بي ادرس اللي هو الماك ادرس، او اسف المالتي كاست ادرس، المالتي كاست ادرس بتاع كل الاجهزه. فاكر كنت اقول له كده بينج 6 اف اف 02 1، وبنج 6 برضو ها داش اي من مين يا عم؟ من الانترفيس ده. بص انا اول ما عملت بنج هل انا قلت له بنج على المكنه دي؟ هل انا قلت له بنج عليها ولا قلت له بنج على المالتي كاست؟ عمل بنج على المالتي كاست. انا قلت لك ان ده سبيشال مالتي كاست ادرس، اي حد في الدنيا هيرد عليك. فساعتها اي حد، مفيش عندي دلوقتي الا مين؟ الا المكنه دي. راحت هي رد عليا اهي، شايف جاب لي ريبلاي اهو. ها وضحت؟ وضحت؟ ها طب ماشي، ايه المشكلة؟ لو عندك مكنة تانية هترد هي كمان، لو عندك 10 مكنات ال10 هيردوا، كلهم هيردوا. بالمناسبة الراوتنج تيبل بتاعك يا عم بتاع فيم وير، انت اصبر بقى. كان في عندك كده اي بي راوت، حد فيكم عارف الحكايه دي؟ وهبقى اكلمكم على الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده اعتبره كده زي الخريطه اللي بتقول للمكنه بتاعتك تطلع من اي سورس لاي ديستنيشن عن طريق انهي انترفيس، تطلع من انهي كارت. بكل بساطه هي دي الخريطه بتاعتك. طيب في برضو عندك راوتنج تيبل لا كان اسمه ايه؟ لا اي بي داش 6 راوت صح اهو، شايف؟ فهتلاقي عندك برضو للراوتنج تيبل بتاع الاي بي فيرجن، او هتلاقي عندك راوتنج تيبل خاص بالاي بي مين؟ ها بالاي بي فيرجن 6. خليك فاكر الحكايه دي. معنى كده ان انت عندك ها
الراوتنج تيبل بتاعك في جزء خاص بالاي بي فيرجن 4 وجزء تاني خاص بمين؟ ها بالاي بي فيرجن 6. يعني لو عندك اي بي فيرجن 6 نتورك وعايز تضيف لها راوت كامل تقدر تضيف لها راوت من غير اي مشاكل عشان ما حدش فيكم يتخض، بالذات الناس اللي بتشتغل راوتنج وسويتشنج. ها وضحت الحكايه دي؟ وضحت؟ طيب ماشي الحمد لله، احنا كده بقى عندنا على الاقل البيزكس بتاعه الاي بي فيرجن 6، بيزكس البيزكس يعني عارف اللي هو ما ينفعش تعدي الاي بي فيرجن 6 من غير ما تكون عارف الكلام دول، تمام كده؟ يعني ان شاء الله هنبدا بقى ايه جزء الترابل شوتينج، نتكلم بكره عن البوت لودر، وبعد كده نترابل شوت النتورك كلها بقى كده بالمشاكل اللي بتقابلك في الحياه الطبيعيه بتاعتك. هحاول اخترع لكم سيناريوهات من اللي انا بقابلها بشكل شبه يومي، خلاص؟ ون ايه؟ وتعالوا نخبط مع بعض يعني. ماشي؟ فانا كده يعتبر الحمد لله النهارده خلصنا. ون ايه؟ هنكمل بكره ان شاء الله بقيه الدروس بتاعتنا. والله العظيم ما فاضي ليكم، مش فاضي اكمل لكم النوتس، انا كنت شغال بس على حاجه كده بقى لي يومين او ثلاث ايام. فما كنتش فاضي اعمل اي حاجه خالص. ماشي؟ طيب ان شاء الله بكره ايه نكمل. فاضل قد ايه في التراك؟ واحنا لسه خدنا حاجه في التراك، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر بقى على رزقك. طيب ماشي هنكمل ان شاء الله بكره ون ايه ونخلص شويه حاجات كده كانت ناقصالنا زي الهيستوري مثلا اللي كنت سايبه، الكونفيجرنج الباشل، الحاجات اللي هي كانت متاخره دي. اعتقد ان احنا دلوقتي بقى عندنا خلفيه كويسه جدا تقدر تخلينا نقدر نقرا او نقدر نتعامل مع الحاجات دي. انا كنت متعمد اسيبها لانها بتبدو ان هي غامضه للناس لما بشرحها في الاول، فانا كنت سايبها كده يعني يا اما في النص يا اما في الاخر عشان يبقى ايه الناس لقت حاجات ويكون عندها تساؤلات في دماغها، هي الحاجات دي بتحصل ليه؟ يعني بدا يكون عندنا ليه في حاجات كده بدات تدخل في دماغكم، انا بقيت مقتنع ان في اسئله في دماغكم دلوقتي ليه ده بيحصل؟ فانا مستني ليه دي بقالي فتره. نبدا ندوس الحاجات اللي كانت واقفه علينا دي. ماشي اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.